مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم مصر النهارده. النهارده الاثنين 25 اكتوبر. النهارده عندنا حلقه مش عارف ليه كده، يعني من الحلقات اللي مستوقفاني جدا ومخليني اقعد افكر هو ايه اللي بيحصل في البلد. هي المساله ما هياش خناق سياسي بس، ما هياش خناقه في الرياضه بس، ما هياش خناقه على ركنه عربيه في حد بيقتل حد بس، هي خناقه كمان على النجاح، خناقه في الفن. هو ايه ممكن ما نتخانقش فيه؟ هو احنا ايه اللي بيحصل في مصر؟ يعني هتستغربوا شويه ان انا بتكلم عن حاجه بسيطه جدا. ضيف النهارده الفنان تامر حسني. تامر حسني شاب مصري بيغني وبيلحن وبيكتب وبيمثل، قد تعجب بيه وقد ما تعجبش بيه، حقك وحقه. الراجل بينجح، الراجل بره عامل حاجات كتير قوي، لما بيطلع بره بيقابلوه استقبال جمهور. انا قاعد ادرس الحاله بقالي يومين، يعني انا هعمل حوار كعادتي في اي حوار، بحب ادرس الضيف كويس قوي، اقراه اذاكره اقعد معاه اجمع معلومات عنه افهم الشخصيه اللي هقعد معاه عشان اعرف اعمل معاه حوار، مش مجرد سين جيم. فقاعد ادرس تامر لقي حالة من النجاح لابد أن تحترم، تختلف تتفق لكن لابد أن تحترم. شاب بدراعه بيبذل جهد وبيغني وبره مشرف مصر. من ساعة ما قلنا أن تامر حسني جاي، هجوم على الموقع بتاعنا، نعرفش الهجوم جاي منين، وتخطيخ تخطيخ تخطيخ في تامر حسني، وانتوا جايبين تامر وجايبينه ليه؟ كأن تامر اللي خد جوائز كتير وخد جائزة كبيرة في افريقيا، افريكان ميوزك اوورد 2010، جائزة مهمة وجائزة جميلة، وكان معاه متنافسين من كل انحاء العالم ونجح. برافو مصري، نجح، رفع علم مصر. ليه الهجوم؟ تامر حسني لم يظهر في تلفزيون مصر، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي. ظهر مرة في البيت بيتك مع حميد الشاعري ومجموعة، ولم يظهر في حوار تلفزيوني من يوم ما ابتدى غنى. ليه؟ برضو شيء غريب جدا. تامر مظلوم ولا تامر واخد حقه كتير قوي؟ تامر حالة انسانية تستحق ان احنا نقف قدامه، وما تبقاش القضية انت حضرلك في المغرب 400 ولا 500 الف، وفي سوريا جروا وراك وشالوا العربية، ومين حصل له ايه؟ بيحصل للنجوم، يا ما شفنا نجومنا طول الوقت. احنا يجب نحتفي بتامر حسني، يجب نحتفي بتامر حسني زي ما بنحتفي بنجمنا الكبير محمد منير لما خد واحدة من اكبر الجوائز في المانيا. اسطواناته بتوزع هناك، شيء يفرح. محمد منير قيمة. لما عمرو دياب خد هذه الجائزة قبل كده فرحنا جدا، اسم مصر. منير حاجة كبيرة جدا، وعمرو دياب حاجة كبيرة جدا، وتامر حسني بيكبر وحاجة كبيرة جدا. ما نفهم ايه تامر حسني، ما نسمع تامر حسني، ما ندخل جوه شخص تامر حسني لنعرف ماذا يفعل تامر حسني علشان ينجح، عشان يواجه هجوم، علشان يهاجم، علشان يدافع، عشان ينام. تامر بينام، اللي يعرف يعمل ده بيعرف ينام. اللعبة بتتم ازاي؟ الصراع اللي في الوسط الفني ده ليه؟ هل الساحة ما تستوعبش؟ ليه لما عمرو دياب بيطلع في بلد بنلاقي آلاف فرحانين بيه، ولما تامر حسني بنلاقي آلاف بيستنوه في المطار وفرحانين بيه؟ ليه احنا كمان ما بنفرحش بولادنا؟ ليه بقت معركة؟ ليه هذا الجهاز بقى سر ناس قاعدة في أوض وقاعدة تخوض معارك بأسماء الفنانين؟ قاعدة تخوض معارك مش فاهم ليه؟ تم تسمعوا الراجل، تم تحكموا، تم تفهموا ليه عندنا شاب قدر يدخل في وسط غنائي صعب جدا ويفسح لنفسه مساحة ويحصل على جوائز عربية ودولية ويحصد محبة الناس. في ناس بتزعل من تامر وماله، ما نناقشه في اللي بنزعل منه ونسمعه. هل هذا يعني او يلغي نجاح كبير حققه على مدى سنوات قليلة جدا استطاع انه يدي لنفسه مساحة؟ لما تشوفوا اللي هتشوفوه معايا وتسمعوا تامر، اعتقد ان هيبقى عندنا نظرة تانية ان احنا محتاجين نعيد تقييم نجومنا والاحتفاء بهم بما يستحق. عز عليا جدا احساس تامر بانه مظلوم في بلده، بيلاقي عدل واهتمام ومحبه بره مصر.
اقل مما يحدث له في مصر. هل ده لان في ناس قصده ده، ولا لان في خطا ما، ولا اللغه، ولا خلونا نعرف. تامر ضيف النهارده الشاب الجميل التلقائي البسيط تامر حسني، هنفضفض مش عامل حوار كيف ترعرع يعني. انا حابب قوي اخوض في شخصيه نجاح شاب زي شباب كتير، ينفع اللي بيشتغل في الهندسه واللي بيشتغل في الطب واللي بيشتغل في المعمار واللي بيشتغل في اي حاجه في الدنيا، لابد انه يعرف ان النجاح صعب وقاسي وليه تمن. هي سكه النجاح، سكه رحله ام ربت ابن ووقفت جنبه، سكه حد كان في جيبه في يوم 10 جنيه وبقى في جيبه غير، سكه حد قرر انه ما يبقاش بس مطرب وبيغني وما يبقالوش دور اجتماعي. لا، تامر عمل ادوار اجتماعيه جيده ومحترمه، سافر لاخواننا في غزه، قام بحملات كتير خيريه. ده واجبه، واجب عليه كنجم كبير انه يدفع ضريبه. النهارده بعد الاخبار مباشره عندنا باقه من الاخبار المنوعه، سافسح وقتي واتمنى ان تجدوا في حواري مع تامر حسني نجم القاره الافريقيه الان. ما يمتعكم او تحسوا ان انتم ما كانتش تضيع وقت، كان في كلام يهمكم او تحبوا تسمعوه وقد يكون لاول مره هيتكلم فيه. نلتقي بعد الفصل.